بدأت هذه المبادرة الطيبة من قبل الشركة الصينية للنفط في تشاد على دعمها لمؤسسة القلب الكبير بالمعدات المدرسية المتمثلة في الكراسات والحقائب المدرسية والمعدات الأخرى. من جانبه رئيس الشركة الصينية للنفط في تشاد ني جامو أكد بأن هذه المساعدات تسهم في تقوية كفاءات الأطفال من الشرائح الضعيفة، بالإضافة إلى تقوية العلاقات الأزلية بين البلدين تشاد والصين. وعقب تسلمها لهذه المساعدات، الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا أوضحت بأن مؤسستها تعمل دائما مع الشركاء في جميع المجالات. عندنا لكن بارتنر كثير بيساعدونا ونوزعوا في كل ريجون على تشاد، ما في جميعنا واحد. كل علينا يشيلنا بكان أنا شاطع مانيدا أني نمشي لرسولهم غوفرنر ينجي قسم للناس يارات أتعباني لانتم ساودو لين ساودو أبهات وليش دخلوا يارات كبيهبوا لأكل زمان دي ناس يارات أكل ما إنو مسا بشول في إيدينهم بيك بكربو في إيدينهم كريهم كربو في إيدينهم عليهم دا وكي حير والتور وتجدر الإشارة أن مثل هذه المساعدات تندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى ترقية ورفع مستوى التعليم في البلاد، وتعكس جهود الشركاء الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.